Oh,
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فمكث غير فقال أحط بما لم تحط به وجئت
زوجتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبر السماء إذهب بكتابي هذا
Thank you.
وكذلك يفعل قالت إن الملوك إذا دخلوا وكذلك يفعلون
وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. وإني مرجعة إليهم بأهل وإني مرسلة إليه بهدية فما أردت بما يرجع ألما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم ارجع إليه ارجع إليه فلنأتينهم
فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك Baby.